طيب خلينا ارجع تاني لفكره المركز الرابع والقتال على المركز الرابع. تشيلسي 51 نقطه، توتنهام 49 نقطه، ويست هام 49 نقطه 48، ليفربول 46 نقطه، ايفرتون 46 نقطه، ولعب مباراه اقل، لسه ناقص 9 ماتشات. ليفربول ممكن يرجع تاني ما يرجعش. مين الاقرب ليهم؟ تشيلسي. في الفتره دي تشيلسي احسن واحد في المستوى، احسن واحد في تشيلسي. هيكمل كده ولا تبقى طفرة اللي هي تغيير مدرب وخلاص؟ انا بقول ان تشيلسي هيطلع رابع. انا بقول ان الاول اربع فرق، مان سيتي مان يونايتد ليستر تشيلسي. شايف ان مان يونايتد وليستر هيحافظوا على الحته دي، مش هيقعوا.